أعزائي مشاهدي مشاهدي قناة سودانية 24 محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. حلقتنا لليلة حلقة شوية مختلفة، هنشتغلها من المطبخ المغربي مننا إحنا. تهنئة للمنتخب المغربي اللي تأهل لدوري الأربعة على مر تاريخ منافسة كاس العالم. فالليلة أطباقنا مغربية هنشتغل فيها الكسكسي بالدجاج والخضار، وكمان هنشتغل الزعلوك المغربي، وآخر حاجة حيكون معنا المهلبية بالألوان. مع بعض خلينا نطلع نشوف مكونات طبقنا الأول ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا لطبقنا الأول اللي هو الكسكسي المغربي، الكسكسي بالخضار زي ما قلنا، وكمان هنشتغلوا بالدجاج. الكسكسي معروف هو دائما بيشتغلوا باللحم، بس احنا هنعمل تغيير بسيط كده وهنشتغلوا معنا بالخضار والدجاج. هو ده طبعا معنا الكسكسي، هو يعتبر نوع من أنواع بديل للعيش وبديل كمان للمكرونات عموما. فده هنا شكله معانا، وكمان طبعا معروف في الكسكسي اللي هو الخضار. طبعا احنا جبنا هنا معانا الخضار وقطعناه معانا شرايح بالطول، معانا كوسة وكمان معانا الجزر، وعندنا كمان البطاطس، فكله مقطعينه بالطول بشكل ظريف كده. هنشوف احنا هنشتغله كيف. اول حاجه هنا معانا شويه زيت، هننزل عليهم هنا الدجاج على طول. بسم الله، طبعا هنخلي معانا هنا الدجاج ياخذ التشويحه، وعندنا بصل انا هنا مقطعاه لشرايح، هخليهم ياخذوا التشويحه كلهم مع بعض. طبعا اول ما يبتدي يتغير معانا لون الدجاج، هنبدا نضيف له باقي مكوناتنا. كما شايفين برضو ابتدى لونه يتغير معانا. هنا كمان حاضف له قرن الشطة وكمان الفلفلية، هخليهم هنا ياخذوا التشويحة كده مع بعض. في عندنا كمان الصلصة، هنا في الفترة دي برضو ممكن أشتغل الكسكسي هنا معاكم. طبعا مقدار الكسكسي عبارة عن شنو، هنا معايا مثلا نقول كوب من الكسكسي هنخط عليه، الكوباية هنخط عليها ملعقتين أو ثلاثة ملاعق من الزيت، طبعا يا اما زيت الزيتون يا اما الزيت العادي.
بعد كده هنديه هنا تقليبة مع بعض لحد ما يترمل هنا معانا. شايفين شكله هنا بقى مرمل بالشكل ده، هنقوم على طول ننزل عليه وهنا الموية. الموية طبعا هتكون معانا ساخنة، بس هديه كده تشويحة بسيطة بالزيت. زي ما قلنا هو يعتبر كبديل للعيش او المكرونة او الرز. هنا كمان بعد كده انا هنا هبدا انزل معايا مويه ساخنه زي ما قلت. برضو المويه الكوبايه من الكسكسي هتسويها مويه كوبايه من المويه. هنخليه كده هنا بالشكل ده، هنوطي عليه النار، هنخليه يتسبك على نار هادية، هنديه حاجة بسيطة من الملح. هنوطي عليه النار زي ما قلنا، هنخليه لحد ما يستوي. وهنا هنفضل هنا نقلب في الزجاج كأنك انت عايزة تعملي دمعة، دمعة عادية جدا. طبعا كمان هنضيف معانا هنا الصلصة، هنضيف كمان برضو معانا بعض الخضار وهنديهم موية. زي ما قلت ممكن تشتغليها باللحم نفس الطريقة، هتجيبي معاكي اللحم ممكن تشوحيه في الثوم او ممكن تشوحيه بالبصل نفس الشكل. كمان حابة برضو انزل هنا معايا البهارات، هاخذ معايا كل الخضار، هنزل هنا معايا الخضار. هخلي كل الخضار ياخذ التشويحة مع الدجاج، هنزل عليهم هنا موية برضو ساخنة. هنا برضو هبدأ. هنا طبعا المكون الأساسي للكسكسي اللي هو الكركم. الكركم طبعا مكوننا هنا، وكمان عندنا ما تخافوا طبعا هو بيتكتر منه بالشكل ده. وعندنا كمان الكزبرة، كمان البابريكا، ومن البهار يلا. بعد كده هنبدأ ننزل عليهم على طول الموية،
حنخليه لحد ما يتسبك هنا معانا في الشبكة مسافة ما هو يستوي كل الخضار هنا معانا. أنا ممكن أزود هنا عليهم شوية موية، وكمان خلي الكسكسي هنا يستوي في الفترة دي. أنا ممكن أطلع أشوف مكونات طبقنا الثاني ونرجع. شايفين هنا الكسكسي ابتدى يستوي، هو ما بياخد معنا غير 5 دقائق على فكرة، بتلاقيه استوى. بس برضو حنخليه على نار هادية لحد ما يكمل هنا سواه. فشايفين هو بقى معنا مفلفل بالشكل ده زي ما شفنا معنا هنا لحد ما يستوي. شفنا برضو مع بعض اللي هو مكونات الزعلوك المغربي. هو عبارة عن شنو؟ الزعلوك عبارة عن أسود باذنجان مشوي، يعني من أساسه إنه هو يكون معنا مشوي. أنا هنا جبت معي صينية الفرن، قطعت فيها طماطم حسب الكمية اللي أنتي حاباها. قطعت معي طماطم، وقطعت معي بصل، وقطعت معايا فلفلية، الفلفلية يا إما الفلفلية الحمراء أو الفلفلية الخضراء العادية جدا. وكمان معانا التوم، يعني حتكتري كمية التوم. كل الحاجات دي حتحطيها في صينية الفرن مع الأسود، حتى الأسود حتجيبيه حتغسليه كويس خالص، حتقطعيه معاكي لشرايح، حتحطيه معاكي في الصينية، حتديهم شوية زيت، بعد كده حتدخليه معاكي الفرن. دخليه الفرن لحد ما يستوي معاكي كويس خالص، او لحد ما يصل معاكي مرحلة الشواء. هو ده شكله معايا في الاخير. انا جبته هرستهم كلهم مع بعض، وبعد كده هنشوف احنا كيف هنستغله. طبعا هنا قلنا احنا هرسناهم كلهم، هنجيب هنا معانا شوية زيت. هي كل الحاجات على فكرة مستوية. هنجيب هنا معانا شوية زيت، بعد كده ننزل كل الخضار المشوي اللي احنا سويناه في الفرن. ممكن كمان تشوي الاسود على فكرة على نار البوتاجاز. شايفين كلهم هنا مهروسين اسود على بطاطس، مش بطاطس، اسود على طماطم على فلفلية، وكمان معانا الثوم والبصل. بعد كده هنضيف له شنو هنا، هنضيف معانا شطة او الهريسة، كمان حابة اضيف الصلصة ممكن. انا بس هنا حكتفي بالطماطم. طبعا انا هنا ما اضفت له اي نوع من انواع البهار. كمان في مكون اساسي اللي هو البقدونس. هخليهم كلهم هنا ياخذوا تشويحه.
هي قريبة لسلطة الأسود حقتنا العادية جدا، بس هنا لازم تكون معانا مشوية. حلوة خالص، بتتاكل بالعيش، تتقدم مع سلطات. حابة تهرسيها أكتر من كده برضو ممكن. يلا أنا هنا ممكن أبدأ أنزل معايا بهارات، حاضف لها هنا الملح لأنه أنا زي ما قلت ما أضفته ولا بهار. هنا معايا كمان حاضيف معايا الفلفل، وبرضو حاضيف الكركم. بعد كده حاضيف معايا الكزبرة، حنضيف البابريكا والشمر. على نار هادية حنقلب كل المكونات دي مع بعض. زي ما قلت حابة انه تضيفي معاكي صلصة ممكن، وممكن تستغني عن الصلصة اذا كانت كمية الطماطم معاكي هنا كويسة. انا هنا استغنيت عن الصلصة واضفت معايا الطماطم بس. هنا حنطفي على الكسكسي حقنا، استوى خلاص فحنطفي عليه كده النار. زي ما شايفين هو بياخد، ما بياخد معنا زمن طويل في السوى، فحنغطي عليه هنا النار. في الفترة دي أنا ممكن أطلع لفاصل بسيط كده ونرجع عليكم انتظروا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا مع بعض طريقة الكسكسي بالدجاج والخضار، وكمان شفنا برضو طريقة الزعلوك المغربي. هو قلنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن خضار مشوي، المكون الأساسي فيه اللي هو الباذنجان. فده هنا شكله معانا بالشكل ده، بقى معانا جاهز. قلنا حابة إنه تضيفي له صلصة ممكن، بس أنا هنا اكتفيت معايا بالطماطم اللي أنا سويته مع الخضار. وكمان شفنا برضو هنا خدتنا في الفاصل داهن الكسكسي معانا عشان نشوف كيف طريقة تقديمه، بس بعد ما يستوي معانا شوية الخضار باقي عليه حاجة بسيطة. في الفترة دي كمان ممكن نطلع نشوف مكونات المهلبية بالألوان، نرجع لكم. شفتوا معانا مكوناتنا للمهلبية اللي قلنا بالألوان. على فكرة مهلبية عادية جدا هي دي معانا، المهلبية بالطريقة اللي احنا استغناها كتير مع بعض قبل كده، اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة حتجي معاكي في حلة على البارد، حتخطي معاكي الحليب، حتخطي معاكي يعني مثلا لو خطيتي مقدار 2 كوب من الحليب، الحليب السائل، يا اما سائل يا اما تجيبي حليب البودره وتحليه بشويه مويه. عندك السكر حسب الرغبه. بعد كده حتجيبي معاكي النشا اللي هو الكورن فلور، حتحليه بشويه مويه، حتضيفيه على طول برضو معاهم. حترفعيه على النار،
تحركي فيه لحد ما القوام يتقل. ممكن تحطي له فانيليا كمنكه، يا اما فانيليا بودره يا اما فانيليا سائله. ممكن كمان برضو تحطي له اللي هو ظرف الدريم ويب. فدي كده مهلبيتنا، بس هنخليها قلنا لحد ما تتقل معانا، هيكون شكلها معانا بالشكل ده. برضو من الحاجات الحلوه اللي بتتاكل ساخنه وبتتاكل معانا بارده. قلنا الوان، انا هنا استخدمت الوان الطعام، يا اما انه تعملي نفس المهلبيه على اجزاء، يعني بعد ما عملتيها بيضه تقسمي ثاني بنفس الطريقه تحطي فيه لون على حسب الالوان اللي انت حباها، يا اما تعملي مهلبيه بيضه بالطريقه اللي انا وصفتها هسه وتخليها على جنبها، وتجيبي معاكي كريم شانتيه او كريمه الوزن او الدريم ويب بالطريقة العادية اللي هي يا إما بحليب مثلج يا إما بالموية. برضو الموية تكون معانا مثلجة يعني فيها تلج، موية باردة جدا. هتجيبيها هتحطي فيها إذا كنت حابة حليب بودرة، إذا كنت حابة سكر بودرة، وبعد كده هتضربي عليهم الكريمة وهتضربيهم كويس خالص لحد ما يتقل معاكي الخليط. هتيجي تقسميه برضو على تقسيمات على حسب عدد الألوان اللي أنت حاباها، مثلا خطيتي هنا لون أخضر، خطيتي لون أحمر، خطيتي لون أصفر، الألوان اللي أنت حاباها ومتوفر معاكي. حتى ممكن إذا ما كان معاكي متوفر ألوان الطعام، ممكن الجلي، الجلي يا إما جلي مانجا يا إما جلي فراولة، جلي التوت، جلي الأناناس، جلي التفاح، المهم أي نوع من أنواع الجلي بيكفي معانا هنا الغرض. فبعد كده هتزينيه تزيين عادي جدا، يعني هنا دي هنا مهلبيتنا هنحطها. هنعمل طبقات زي ما قلنا من الألوان ده هنا كشكل. بعد كده زي ما قلت انا هنا معايا الالوان ودمجتهم. بالشكل ده بيعمل معانا زي الايس كريم. دي هنا طريقه بسيطه جدا كنا لي حلانة بالشكل ده. انا طبعا عامله منه هنا تجهيز مسبق، حابه انه يكون بين الطبقات بسكويت مطحون، حابه انه يكون بين الطبقات كيك برضو اتفتتيه. دي حاجه بترجع عليكي انت على حسب الطبقات اللي انت حباها. انا هنا معايا دي أسكاننا. عملناها بطريقة ظريفة كده، قلنا تغيير بس بسيط للمهلبية، والمهلبية حلوة خالص من الحاجات كمان قلنا اللي بتتاكل دافية. ده هنا معانا كمان ممكن نغرف هنا كمان معانا. خلينا نشوف كيف حنظبط معانا الزعلوك اللي هو شبيه لي سلطة الأسود حقتنا. بعد كده ممكن تزين الطبق زي ما انت حابة. قلنا ممكن يتاكل بالعيش مع شوية سلطات. بعد كده تزينيه بالطريقة اللي انت حاباها. هنكتفي بالشكل ده. خلينا نشوف هنا كمان برضو
واحدة معتنا بيقت معنا جاهزة، بس خلينا نشوف كيف هنا هنزين معنا طبقنا. تزيين بسيط. هنديه هنا حاجة بسيطة كده من البقدونس بالشكل. ممكن كمان إذا حابة صوصات تضيفي له على طول. الفترة دي أنا ممكن أطلع لفاصل بسيط كده، نرجع لكم ننتظره. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا مع بعض طريقة الكسكسي المغربي، وكمان شفنا الزعلوك المغربي، وشفنا كمان مهلبيتنا الفرايحية اللي بالألوان، وأرقامنا كمان ظاهرة معكم على الشاشة، منتظرين اتصالاتكم عشان نشوف آراءكم. هنا كمان حأدي دي طبعا طريقة تقديمنا للكسكسي، هنديها شوية تزيين. طبعا هنا زي ما قلنا الحمص حاجة أساسية في الطبق ده، بس كتزيين كده بسيط. وكمان ممكن إذا كنت حابة إنه تضيفيه للصوص على طول برضو ممكن نديه كمان تزيين بسيط كده بالبقدونس. شفتوا معانا الكسكسي اساسا ما اخذ معانا زمن في السوى 5 دقائق بالكثير، وبقى معانا جاهز. بعد كده الخضار كمان برضو استوى معانا بطريقه ظريفه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين يا بلقيس، كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله. طبعا طبخاتك رهيبة شديد. الله يديك العافية ان شاء الله، تسلمي كثير. بجي من المدرسة بدري، بحاول انه اجي بدري عشان احضر برنامجك. يا سلام عليك، سنة كم انت؟ ثالثة ثانوي. ربنا يوفقك. أيوة. كمان ان شاء الله يا رب، وتكوني من المتفوقين. امين يا رب. حاجة جميلة جدا على فكرة انه البنوتات الصغار كده يحبوا معانا المطبخ. لازم يعني في النهاية بنات، ولازم المطبخ يكون أكيد 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 طبعا. ها طيب إن شاء الله طبقت لنا حاجة من الحاجات اللي أنت شفتيها معانا. والله للآن ما طبقت، لكن إن شاء الله حطبق إن شاء الله. شكرا لك كثير يا بلقيس. عايزة حاجة؟ عايزة وصفة الكب كيك. الكب كيك خلاص تمام، شكرا لك يا بلقيس، تسلمي كثير. تسلمي. الله يديك العافية. الكب كيك طبعا هو نفس مكونات الكيك العادي جدا، ممكن تشتغليه كيك وممكن تشتغليه كب كيك، يعني هتحطيه في قوالب الكب كيك اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن البيض. إذا كنت من محبي البيض هتحطي مثلا 2-3 بيضات، عليهم كوباية زيت أو كوباية سكر، كوباية زيت وكوباية سكر، كوباية من الحليب، هتلخبطي كل المكونات دي مع بعض. حابة انه يكون في كاكاو شوكولاتة هتخطي كاكاو، 2 ملاعق من الكاكاو. بعد كده هتخطي معاكي الفانيليا كمنكه للكيك، وهتخطي كمان معاكي الباكنج بودر. هتلخبطي كل المكونات، هتنزلي عليهم الدقيق بالتدريج لحد ما تصلي معاكي قوام الكيك. بعد كده خطيه في قوالب الكيك وزينيه، وبعد ما يطلع زي ما انتي حابة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا آلاء؟ تمام الحمد لله. الله يديك العافية. تابعتي معنا الحلقة من الأول؟ إيش، أنا بحبك جديد. الله يديك العافية، وأنا كمان بحبكم كثير.
انا عايزه طريقه الكريب. الكريب ان شاء الله. شكرا لك يا علا. الكريب برضو من البدائل اللي احنا بنعتبرها لبدائل العيش. الكريب بسيط جدا، وعباره عن شنو؟ عباره عن حليب سائل، عباره عن بيض. يعني ممكن تجيبي بيضه تفقعيها في الصحن، تحطي عليهم كوبايه من الحليب او كوبايتين من الحليب، عليهم رشه بسيطه كده من الملح، وبعد كده حتنزلي الزيت، ملعقتين من الزيت، وحتحطي معاك الدقيق بس، حاجه بسيطه من الدقيق، يعني ما كثير، لانه احنا عايزين قوامه يكون معانا سائل. فبس بعد كده حتجيبي تحطيه معاكي في الطوة على حاجة رقيقة كده يعني بيكون، خلاص طلعيه أول ما يتقلب قلبيه معاكي بالجهتين، وطلعيه واستخدميه لأي نوع من أنواع الحشوات اللي أنتي حابة. فدي كانت معانا طريقة الكريب. الكريب كمان برضو ممكن نستخدمه كمالح وكحلو. إذا كان حلو حتخطي الفانيليا في الوصفة، وإذا مالح ممكن تخطي معاكي الفلفل كمنكه للمالح. المهم دي كانت حلقتنا لليلة، حلقة جميلة جدا استغناها من المطبخ المغربي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين مزن. نعم. كيفك يا مزن؟ والله تمام الحمد لله. الحمد لله. شكلك برضو بنوتة صغيرة. أي في أولى متوسط. ما شاء الله تمام، ربنا يحفظك يا مزن. قاعدة تتابعينا يعني يا مزن؟ اي طوالي. يا سلام عليكي. ها شفت لنا شنو، او شايفه الليله معانا الحلا ده حلو خالص، ده لكم انتوا الاطفال الصغار. والله انا بتاسف لاني ما حضرت الحلقه من الاول. ما حضرتها من الاول، ما مشكله، احضريها في الاعاده بالليل الساعه 12:30، وفي كمان بكره الصباح، بس انت حتكوني في المدرسه، ممكن تحضري بالليل او شوفي الاعاده في اليوتيوب، ان شاء الله حتنزل معاكي الوصفات. تمام، شكرا يا مازن. تسلم يا مزن، الله يديك العافية. فدي كانت حلقتنا لليلة، حلقة بسيطة استغناها من المطبخ المغربي. اشتغلنا مع بعض الكسكسي، احنا الليلة اشتغلناه بالدجاج ومعنا بالخضار بطريقة ظريفة كده ومبسطة. وجبة شتوية جميلة جدا. وكمان اشتغلنا برضو الزعلوك المغربي، قلنا هو مكون الأساسي فيه اللي هو الباذنجان المشوي، يعني كل الخضار بيكون معنا هنا مشوي في وصفتنا دي بطريقة برضو بسيطة قريبة لي سلطة الأسود حقتنا. آخر حاجة عملنا مع بعض حاجة فرايحية كده، حاجة بسيطة اللي هو المهلبية بالألوان. دي كانت حلقتنا لليلة، إن شاء الله يا رب نالت رضاكم وإعجابكم، وجربوها كمان إن شاء الله تعجبكم، وأنا حنتظر فيها تطبيقاتكم إن شاء الله. وأنا انتظروني في حلقة تانية. أخليكم في أمان الله.